السلام عليكم خوتي ابراهيم باسمي كوم دابيتود من مونتريال. اليوم خوتي حبيت نبعثكم هذه لا فيديو باش نحكوا شويه نكسروا شويه على لا بوكس هنا في كندا. كما قلت لكم خوتي توجو خوكم ابراهيم توجور في تدريب مما راني في الاج كبرت مي يعني توجو مع الولاد مع الولاد وراني نتمنى ان شاء الله ثاني نتمنى ان شاء الله باش نجي للجزائر وندير هذيك انسان سبور une petite académie de boxe اللي يعني ناوي ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يفتح لي البيبان دولة تاعي الجزائر تفتح لي البيبان والبلدية تاعي والولاية ديالي تفتح لي البيبان نجي ندير انتصار وليدات بلادي ونجي نستقر في بلادي مع وليداتي. دونك يا مسؤولين يا خوتي هذه ديجا 1990 وانا عندي طالب في الولاية وتحصلت على لاغريمون وتحصلت على لاكور دو برانسيب عند الولي مع عند المينيس مع عند المير تاع البلدية. دونك من 1990 جا المجهول المشكل في الجزائر حتى لي زاني 2018 جيت انا دخلت الجزائر راح هربت انا لتونس تهدوا عليا ورحت لتونس ومن تونس رحت لكندا اليوم من كندا اليوم انا كونت روحي في كندا والحمد لله شرفت بلادي. خممت انا وليداتي باش نجي ندخلوا الجزائر ونجو نستمرو. دونك درت طالب في تاعتو الولاية. دونك عطاو لي إيزون أكوردي لو تيران بيعطو لي لو تيران وعدوني. دونك دوبي 1918 حتى اليوم ما كوالو ما جانيش خبر ما راني حابسة خلصت درت بلان خلص كلشي وراني نستنى ما كان جوج تجربة راني مقلق شوية وراني ديما مع لي ميساج وراني مع لي فيديو نبعث في لي ريزو سوسيو راني نشكي للمينيس راني نشكي للرئيس ديالنا راني نشكي للمير ديالنا ما كان حتى واحد عطالي جواب وراني مقلق شوية خاوتي. دونك خوكم ابراهيم كنت انا من قبل كنت ملاكم دولي وعندي وليدي ثاني بنيامين ملاكم دولي ومحترف وجمال كان مغني وممثل خويا محمد ثاني بطل كان حاكم دولي ولا حاكم دولي حتى الان دير البطولة جيل اولمبيك ودير الشوبان دي موند وشوبان دافريك بليزير سورتي دير مع بلادها مع الفيدراسيون. دونك مدينا لا فامي بسي مدت وجب تحوج لبلادنا. دونك علاش كدير انا محقورين علاش كدير انا مغلقين عليا ما فهمتش علاش. وراك تشوف يا خوتي اخوكم ابراهيم راك تشوف في امريكا وراني مرسم هنا مدرب انترين شاف وفي في ان غران كومبلكس وعلى شكل ماشي في بلادي خير ها في بلادي خير. ونوعدكم بلي اخوكم ابراهيم اللي كان جيت لبلادي ودرت لك رساله نوعدكم بلي ان شاء الله تشوفوا الخدمه تاع اخوكم ابراهيم ان شاء الله وتشوفوا لي ميدا ان شاء الله اذا كان شرف بلادي ولا ما شرفش بلادي. بصح عندنا ناس اللي راهم ضدي وعند الناس اللي راهم يتبعوا فيا وعند الناس اللي راهم يقولوا في بيبان واش راح نقول لكم يا خوتي واش راح نقول لكم يا خوتي علاش ما فهمتش علاش راهم يديروا لي هكذا هذول وبورتون هذو غير اللي كنت ندير فيهم انا اللي كنت نوقف فيهم انا وندير فيهم انا واللي عاونتهم انا هما اللي راهم بيا ما لاباليش ما حبوش باش ندخل ولا ما لاباليش يخافوا نجي نفسهم انا كونتر من نفسكم جنو كونتر زيد نعاونكم زيد كان حوايج ما تعرفوش تعلموها مني ولا كان حوايج اني ما نعرفوش من نطلبوا من بلادي ماهوش عيب هذا كل مدرب ياخذ من عند واحد فهمت. واليوم خليتونا ديما في الميساجات وما في ها والله يا اخوتي غير نحشم كل يوم في لي زابيل. ساعه نحلفت والله العظيم ما نسمح من حقي والله العظيم ما نسمحها من حقي غير لحقت عند رئيس المحكمة يعني نقولها ونعاودها باسكو عندي كل شيء واش قال القانون ودرت دوموند قالوا لي دير بلون خلصت على البلون تاعي خلصت على 6 ملايين على البلون تاعي وما كانت تخبر ها لعبوا بيا وضحكوا عليا ولا ما لعباليش ولا ما لعباليش واش مخهم راح نورمالمون ولد بلادهم نورمالمون ولد بلادهم انا كما قال اخر فت في القاعده تاع بلادي وكنت مقبل كنت انا رياضي تاع الفوتبول مع بودوا على سامبي واليو وبعد كنت دي ملاكم وبعد درت فتحت دي سال في بودوا البحري فتحت سال في ولايه بومرداس وكنت مدرب ثاني في بلاد بودوا. دونك مديت واليوم على كوبري تاع
تعبوا في جو ده. لك يا خوتي يمشي المنيس يمشي الولي يمشي المير، شوفوا القضية تاعي، درسوا القضية تاعي. أخوكم إبراهيم من أمريكا يسلم عليكم، يقول لكم والله العظيم ما نسى ولد بلدي، حتى ما مدرت وجدته بدواو. شوفوا في صالة تاع في صالة تاع في في في, 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 في أمريكا في مونتريال، جاني شونداي من ألمانيا تاع بدواو، ودرت به ونزخ في نزخ به ونزخ ببلادي في تاع بدواو في أمريكا. دونك ما نساونيش خوتي، هذا حاجة مليحة لكم. وسان كما قالوا سان جاسم عند خوكم ابراهيم، انا ماش عندي معايا، لا انا كبرت، انا واش بغيت كما قال فيراج برك، فهمت؟ دوك يا خوتي ما تنساوش خوكم ابراهيم، اتهلا فيا ونتهلا فيكم ان شاء الله. ولد بلادي يا ولد بلادي، يقولوا عمكم ابراهيم، كان بزاف المدربين اللي راهم يتصلوا بيا يقولوا يا عمي ابراهيم بروجرام دو ترافاي. شوفوا ولد بلادي خوكم عمكم ابراهيم، ساقوا حاجاني هنا واني معكم، نعاونكم في كل شيء، عاكم في كل شيء. انا لاحظت، بعض المدربين تاع اللي في الجزائر، حاشي اللي ما يسالهاش، حاشي اللي عندهم باجاج، اللي عندهم خبره في الملاكمه، هذو خاطي. مي هذوك الناس اللي راهم حاكمين لي سال ويدربوا في دراري بلا كاسك بلا بروتيجون بلا لا كوكي، ويقول لك انا مدرب، انت ماشي مدرب، انت مخرب، انت ماشي مدرب، انت تولد الناس. شتاني في الصاله طار له كاسك من راسه يا عباد الله، طار له كاسك، قال له خليه يكمل في الصغير ولا 6 سنين مسكين يبكي فوق الرينج، وقال له خليه يكمل. هذا مدرب، انت مدرب انت، عيب والله عيب. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله الا كنت في الفيدراسيون ديالي تسمع فيا، افتح لي بيبان ونجي ندير الاكسبرتيز في الجزائر ان شاء الله، وندخل لي سال، ندخل لي سال. اللي ما عندوش خبره واللي ما عندوش ني با كاباب دو فير ان بروغرام دو ترافاي باريكري، والله ما يدير مدرب. راح يتعلم، راح يقرا، راح باش يدير، باسكو التدريبات ماهوش درب. دونك تكون عندك خبره في ليكيب ناسيونال جوز، باسكو عندك خبره في ليكيب ناسيونال وعندك تجم. بصح هذوك اللي ما عندهمش خبره، اللي عمرهم ما بوكسوا في السيليكسيون، اللي عمرهم ما دار كومبا دو بوكس، ما دار حتى كومبا، ولا دار كومبا واحده اماتور، ويجي يقول لك انا مدرب، ويجي مدرب ويبقى يحل فمه ويبدا يعير في الناس، ولا بدا يخلصها غاليه. ما تخافش، انا لحقوني حتى سبوني وقالوا لي نحي التصاور تاعك من 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 الفيسبوك، نحمل هذيك. انا اخوكم كبير واخوكم كما قال الاخر، حتى والمشي انا درت لي التصاور، دار وليدي يزخ باباه، مي انا كابابل ندير مون ترافاي، نشرو في الفيسبوك ولا نشرو في اليوتيوب، وما نخافش، باسكو خدمه بروفيسيونيل وخدمه بقيمتها وخدمه عندها ميزانها وعندها كل شيء. اللي خاف هو اللي ما يبينش في الجو، خباو غير يحل فمو يهدر برك. يعني با كابل باش يدير حاجه، يعني با كابل باش يدير حاجه ويشرحها للولاد ويتعلموا تاع الولاد. ما تكش خدمه هاي سون كابل بالهدره برك، فهمت؟ الحصول انا ماشي خوتي بان نحسبكم ولا باش نفسكم، هذا بكر هذا كلام كما قال ما نهدروش، وجعني قلبي، وجعني باش ولدي قد ولدي يقول لي نحي التصاور تاعك، وما ديرش ما ديرهمش ولا هذا الحال. وبقات في راسي انا ما تنحاش. ربي يعاونكم، ربي يعاون كل واحد، وما نحسش كل واحد، وربي يشوف بالعود بلي 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 كرهني واللي يحبني. انا نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم النجاح، وربي يعاونكم، وان شاء الله ما تنساونيش يا مسؤولين الملف تاعي. وراني كومباتي، قلت لكم والله العظيم كيما كنت صغير في المولي 7 سنين في عمري، كنت كارد في الارمي فرونسي بالحجر كي لي فلسطينيان، واليوم راني نكافح ثاني في الملاكمه من امريكا، ونكافح نشرف في بلادي، ونزيد نكافح على هذوك الناس اللي راهم يحبوا يخربوا البلاد واللي سابوت البلاد. يروحوا للجو اولمبيك ويعاودوا يرجعوا، ما يجيبوا حتى شي حتى ميداي، يروحوا حتى فهمت. دونك انت كنعاون الفيدراسيون ديالي، وانت كنعاون ولاد بلادي، وان شاء الله اللي عنده شرف عنده بلاصتو كاباب باش يشرف بلاد مرحبا به، واللي ما عندوش خلي بلاصتو لواحد اخر. سليم حرم من موريتانيا، اخوكم ابراهيم يسلم عليكم مره اخرى ان شاء الله. وما تزعفوش، اللي باغي يزعف يزعف، انا ماشي فيكم، يعني نحب ولاد بلادي ومع ولاد بلادي حتى الممات.
فهمت؟ بس اللي دنا لي انا من فوق لما تحت، والله العظيم اللي دنا لي ودنا اولادي من فوق لما تحت، حشنا ما سلاش. سلام عليكم اخوتي.